يا بديدة يا بديدة يا بديدة ما غير مشيرات، يا بديدة الواش المشيرات، يا بديدة راه قيصة ويطيح، يا بديدة علاش يا بديدة بابا 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 يا ولدي راهو قيس فلسها، راهو قيس فاشل، راهو قيس متحيل. يا بديدة راه مخواجية مش يرجعوا، يا بديدة بضب بضب بضب. يا ودي لا خوانجية ولا راهو الشعب خارج مش خوانجية. يا بديدة مش يرجعونا للإرهياب، مش يرجعونا للقنوشي، مش يرجع. يا ولدي احنا شعب، بعد لا يتيح قيس مش تتنظم الحياة السياسية، ما عادش هذه على الهوية، وهذه انتي مسلم وانتي كافر وانتي برغيبي، هذا الكل مش يتنح. يا بتيتها قيس راهو قيس ما عطاوش فرصة، قيس راهو ما خداش فرصة. يا بديدة ذب 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 يا ودي قيس مش خذا فرصة. يا خو 100 سنة قدام وما يعملكش شجرة واحدة، يا مجمل ما يعملكش حتى شجرة. يا بديدة بديدة علاش المشيرات، علاش المشيرات، ما هو عمل الصندوق، لا عمل الصندوق لا عمل حتى شيء. نهار 6 اختار اللي تحب، اش خلانا، خلانا الشاب ما خلانا شيء، هذا متحيل هذا. يا بديدة راه ما عندناش مخير منه، راه ما عندناش مخير من قيس سعيد. يا ضحي قيس سعيد كان الدنيا دنيا ما يشدش عمده، تونس عدرت يا ودي، تونس فيها كفاءات ورجالات الدولة، راهم مقصيين رجالات الدولة والكفاءات أكبر من قيس سعيد، وتونس أكبر من قيس سعيد. قيس سعيد كان جات الدنيا دنيا ما جاتش عمد. يا بديدة يا بديدة علاش، علاش هكا، علاش باش ترجعونا المنظومة؟ وقيس سعيد شنو دولة عميقة. إيه ليه ليه نقصد في ال10 سنين، ال10 سنين، ال10 السوداء. إيه وال5 سنين جمر أخويا الغالي. قيس سعيد ما أمنش بالكفاءات، ما أمنش بالرجالات الدولة، ما أمنش ب أمنش إنسان فاشل، يعني سي بون يكوي الزين، أما هو حب يتحيل، حب يقعد، همه الوحيد البقاء، فهمت؟ يا بدي درام يرجعوا الإرهاب، يرجعونا يا بدي ده، يرجعوا الخوانجية والحساب. شوف يا بيه، ما ثماش دولة من غير حساب، فماش دولة من غير جمعيات، لكن الغلطة اللي صارت 10 سنين كان فوضى، كان صراع حول صراع حول الايديولوجيا والهويه، ما كان صراع حول الافكار، وما تنظمتش الحياه الحزبيه ولا السياسيه، كانت الانتهازيه والغنيمه، هذا هو الفرق اللي مش يصير من بعد. ليه كان مش تكون تنظيم الحياه السياسيه، ما عادش باش نشوف الفوضى نتاع 10 سنين ولا ال5 سنين. يا بديدة ودار شبيل راهم أنظف ناس. أخي سامحني يا أخي، عرست بيهم أنظف ناس أنت، شنو أنظف ناس معناها؟ ما فهمتش حاجة. ليه يا بديدة راهو الرئيس نضيف 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 نضيف. إيه الرئيس شكون قال لك نضيف؟ كي نقول لك أنا أوسخ وأقذر إنسان هو قيس سعيد، إيش بيه أنا أنظف منه؟ شو نظيف إيش معناه؟ ياخذ في 50 مليون والمسؤولين نتاعو 5 سنين يسرقوا ويغرفوا باسم ال54 في بلاد 5 سنين، ما تبلغش على الفساد. يا بديدة يا بديدة يا بديدة يا ربي اسمعني، انا نحب نفهم بعضنا، علاش قلبت الفيشطة، علاش الفيشطة الفيشطة، علاش قلبت الفيشطة، علاش يشراوك؟ هو خلانا فيستا، هو خلانا نهرب بجلدنا، عرفت؟ حتى الخلعة مقطعة، اش من فيستا يا معلم. قيس سعيد قلت لك انسان فاشل، إنسان الأرقام اللي جابها لنا 5 سنين وخر بتونس 5 سنين. يا بديدة تركة 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 يا ودي، يا ما تركة وما شركة، إنسان فاشل، إنسان يؤمن في الجهل ويؤمن كان في يعني إنسان مش نتاع دولة، مش رجل دولة وفلسها، معنا خطأ غلطة كبيرة، والبلاد راهي كان مش تمشي، مش ماشي المجاعة، مش يهزها الهفوه، واضح. بر السلام عليك يحيى باباي، يحيى باباي، ايش يعمل معاك قيس سعيد، ايش يعمل معاك؟